اهلا بحضراتكم ومساحه للراي. ايمانا بدورها التاريخي تجاه الدول الافريقيه، تسعى الدوله المصريه دائما كعادتها في تقديم سبل الدعم والمساعده لابناء القاره السمراء في ظل التحديات غير المسبوقه في الكوارث والازمات التي يمر بها العالم، ابرزها التداعيات الصحيه والاقتصاديه الممتده من جائحه كورونا الى جانب الازمات الاقتصاديه العالميه وتاثيراتها على اقتصاديات الدول الناشئه. في هذا الاطار يقام الاسبوع الخاص بالاتحاد الاوروبي لإعادة إعمار والتنمية في إفريقيا بمصر، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية، داعين الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. وحول جهود مصر لدعم الأشقاء الأفارقة ورسائل الرئيس السيسي بمناسبة الأسبوع الخاص بالاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في التنمية، تدور حلقة اليوم من مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. في البداية نروح نشوف تقرير ونبتدي المحاور الأساسية لهذا الموضوع بعد هذا التقرير. سعت مصر على مدار السنوات الماضية في تقوية الدور المصري في افريقيا على اعتبار سياسة الخارجية المصرية، وكذلك المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الافريقي. وتسعى مصر لاستعادة دورها التاريخي في القارة من خلال رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي رؤية مصر إفريقيا 2063. وتبلور لا سيما عبر البوابة الاقتصادية في ظل ما يتمتع به السوق الإفريقي من مزايا منحت للمنتجات المصرية ميزة سهولة النفاذ مقارنة بغيرها من الأسواق، وذلك من خلال تعزيز الشراكة التجارية مع عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب الانخراط المصري في التكتلات الإقليمية الاقتصادية المنتشرة في ربوع القارة مثل الكوميسا والسادك. واتخذت مصر خطوات جادة وفعالة لتعزيز التعاون المصري الإفريقي في مختلف المجالات، كإنشاء صندوق دعم مخاطر الاستثمار في إفريقيا وإنشاء المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب لمجموعة دول الساحل والصحراء. وشهد حجم التبادلات متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، كما تصاعد حجم الاستثمار المصري في القارة خلال السنوات الماضية، وصنفت مصر على إثره بالمستثمر الأكبر في إفريقيا في ظل ما تبذله مصر من جهود لتعزيز آلية الاستثمار مع دول القارة كإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الأهداف التنموية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص كمشاريع بناء سدود ومحطات لتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية، والذي يعكف على تنفيذه عدد من الشركات المصرية. كما تعمل مصر على تحفيز الاستثمار في البنى التحتية الإفريقية وتطوير شبكات الإنتاج للارتقاء بالقدرة التنافسية ومعايير الجودة، والتركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا في إفريقيا، وذلك عبر آلية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والشركات المصرية. ثبت أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الأعمار والتنمية، تدور حلقة اليوم ونفتح الحوار مع الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك مرة ثانية. وفي البداية يعني نود أن نركز على الرسائل التي قالها السيد الرئيس في خطابه أمس للاتحاد الإفريقي في الأسبوع الثاني ليوم الإعمار والتنمية. يعني هو الرسائل الحقيقة هي مضمون أو هي تحصيل لتوجه الرئيس وتوجه مصر منذ سنوات أو خلال السنوات الماضية إلى أفريقيا والعودة إلى أفريقيا، هي البعد الأفريقي لمصر واللاج الأفريقي لمصر، والتي يعني خطى الرئيس فيها خطوات جادة ومن الوزارات والهيئات التنفيذية المصرية. الحقيقة هذا الدور في تقديم المساعدة الحقيقية والفعالة للأشقاء في أفريقيا. يعني
محدود في مؤتمر أسوان اللي عقد في 2019 والمقر استضافة هذا الصندوق في مصر. وأنا شايف إنه إحنا نمتلك خبرات في مسألة إعادة الإعمار أو المسألة تحقيق الإنجازات في البنيات الأساسية تحتاجها أفريقيا. يعني إحنا خلال الأخيرة تحقق في إنجازات كثيرة سواء في المشروعات الكبرى العملاقة زي الطرق والمحاور والكباري، ودي أصبح عندنا الحقيقة تصنيف عالي جدا لمهندسي ومديره مثل هذه المشاريع والعاملين والفنيين فيها. وده ممكن البلدان أو الدول المماثلة والمدن المماثلة للوضع المصري. عندنا مشروعات حياة كريمة تم توجيهها لرفع مستوى الريف المصري، ودي أكثر مناسبة للواقع الأفريقي والمدن والقرى الأفريقية باستثناء في هناك. لا، المشروع نفسه مهم، نقل الفكرة في حد ذاتها ذات حياة كريمة والتوجه إلى القرى بالخدمات الرئيسية التي لا توجد فيها وكانت موجودة في المدن والمراكز وعواصم المحافظات. الفكرة التي لدى مصر نقلها إلى الدول الإفريقية، خلينا نتكلم على نسخة هذه النسخة الثانية. في المقام الأول كان فيه نسخة أولى وكان فيها أيضا يعني نفس العنوان لإعادة الأعمار والتنمية. ماذا تم من نتائج وتوصيات من النسخة الأولى على أرض الواقع في هذا المجال؟ هل في بعض المشروعات؟ المشروعات قيد التفكير والدراسة والتخطيط، لكن ما اتفق عن محاور وأسس هذا الصندوق. يعني لنقل الفكرة ونقل التنفيذ، أعتقد أن احنا يعني عندنا الجهات اللي اشتغلت في الإعمار وفي تنفيذ المشروعات الرئيسية زي الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان وعلى رأسه اللي هو محمود نصار، الحقيقة قدم انجازات عظيمه. يعني هو خد تقريبا نص مشروع حياه كريمه في الريف او في مراكز المدن، وبدأوا المرحله الثانيه هيبداوا خلال شهر يناير القادم. زرت وعملت موضوعات على هذا الانجاز مع افرع جهاز التعمير او افرع اجهزه التعمير المختلفه في مختلف المحافظات. الحقيقه الافكار الوزارات والهيئات والمعنيين المشروع دي التوجه للقرى بالتنمية، الفكرة مفتقدة في أفريقيا أن تكون هناك تكامل الجهات والأجهزة التنفيذية لصنع حياة الأفريقي. طبعا الأفكار من وقت التنفيذ وتولدت في وقت التنفيذ من الخبرات والحركة، أعتقد أن دي مهمة جدا. بالتالي عندها خبرات مهمة جدا وكثيرة تراكمت سواء الإدارية أو الفنية، الخبرات وفي الاهتمام بالمواطن في القرى وفي الريف. أنا على ايد مصريين وتدريب الاشقاء الافارقه، اعتقد ده تتكامل
المساله ان افريقيا فيها كثير من المشاكل في كثير من الدول نتيجة الفقر والجفاف والتهميش وغيرها والصراعات القبلية ولكن يعني فكرة لو تم الاهتمام بالتنمية المستدامة بشكل كبير وأيضا ضخ مشروعات قومية كبيرة لكن على مستوى الدول الإفريقية ممكن أن يحد من هذه الصراعات. يعني كيف يمكن أن يعني البداية هذا الإطار خصوصا أن هناك تحديات مهمة وهي التمويل، عملية التمويل، من أين يأتي التمويل لو كان في أفكار موسعة؟ هل تم طرح أفكار جديدة لعمليات التمويل؟ هو طرح التمويل حصل من مؤتمر المناخ في باريس وتأكد في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المنتهي خلال الأيام الماضية أنه صندوق الخسائر والأضرار إنشاء الصندوق ده وأصبح تقريبا شبه ملزم. هذا الصندوق الحقيقة هو متفق على رقم أن هو يتم ضخه فيه من قبل الدول الكبرى اللي هو 100 مليار دولار. أفريقيا تحتاج إلى تريليون، أو الدول بشكل عام في أفريقيا التي تضررت من المناخ تحتاج، وفي أفريقيا وفي بعض الدول الأخرى تحتاج إلى تريليون دولار. 100 مليار دولار غير كافي، ولكن على الأقل إذا توفرت وإذا صدقت نية أوروبا والدول الكبرى الصناعية ممكن حقيقي أدى صراعات على الكلى والماء، ولأن الجفاف زراعة المواشي وانتقال زراعة انتقال أشكال تهريب المخدرات وتهريب البشر وتهريب المقاتلين والإرهابيين، اشتغل في تهريب السلاح، اشتغل يعني لأن أنا شفت في عدد من دول جنوب الصحراء أنه بعض الشباب لأن ما عادش لهم مصدر رزق بعد الجفاف والتصحر أنه ضمن جماعة من الجماعات الإرهابية أو جماعات التهريب عشان يضمن راتب شهري يتعيش منه هو وأسرته. ده إن إحنا هذا الصندوق يتم تفعيله وملئه بالرقم المالي الذي تعهدت به الدول الكبرى، على الأقل في دول جنوب الصحراء والدول الأفريقية من خلال مضاد من هذه الهجرة غير شرعية، لدرجة انه الحكومة المصرية احدثت في وزارة الداخلية لمتابعة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. فبالتالي دي الدول الجنوبي للمتوسط زي مصر وليبيا وتونس والجزائر حتى المغرب واتمام ديمغرافي عندنا. فبالتالي الدول الصناعية وقادتها من ممكن تحب المنطقة، لأن احنا شايفين جنوب الصحراء من موريتانيا وحتى الصومال وأثيوبيا في أزمات بين أعراق جماعات إرهابية، تهريب بشر، تهريب سلاح. تهدد عملية السلم والأمان، لكن حينما يتحدث في كلماته الأساسية عن استمرار مصر في سعيها سلام وترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية في هذا الحدث في هذا الأسبوع الخاص بالأعمار والتنمية، يعني عايز أسأل سؤال يعني يخلي السادة المشاهدين في مشهد مقترب أكتر
لمساعي مصر في هذا الموضوع. مركز الاتحاد الافريقي لاعاده الاعمار، ايه الفرق بينه وبين ايضا مركز اللي خاص ب او مجلس السلم الافريقي؟ ده ايه ده مهمه ايه؟ مجلس السلم والامن الافريقي. رئاستها الاتحاد الافريقي وتحدث الرئيس فيه انه العام عام اسكات البنادق. هو مسؤول الشؤون الأفريقية. المجلس يفتقد إلى رؤية قضاء خصوصا والتداخل السياسي والجيوبوليتيكي في القارة الأفريقية ودول القارة الأفريقية شديد و الأموال اللازمة لإعادة تعمير يعني التسويق ده فهو التسويق يعني النزاعات تنخفض النزاعات وتقل الأزمات ثم الإعمار والتنمية ده الدول الصناعية الكل تقدمها 100 مليون في بحكم الوجود الأوروبي وجودها أو هو أوروبا من الدول ومسيطرة المجالس وفي مجموعة العشرين سواء مجموعة العشرين أو في الأمم المتحدة أو غيرها أو في القمم الدولية أو في المؤتمرات الدولية والكيانات الدولية. أفريقيا في العلاقات ما بين الدول وألمانيا والعلاقات للدول الأفريقية الرد الشعبي والتنفيذي في القارة الأفريقية في عدة من عدد من الدول الأفريقية للوجود الفرنسي سواء في مالي التي أخرجت القوات الفرنسية وبوركينا فاسو والطالب وحتى في النيجر بدأت تطالب بإبعاد الفرنسيين عن والأوروبيين وإنجلترا برضه سحبت جنودها من اللي كانت مشاركه في الـ القوات الامميه اللي موجوده في مالي. اعتقد الاوروبي العلاقه الجيده اعتقد ان ده هي في تقديم الأوروبي إلى حد كبير طيب. وخصوصا الأهرام هنعاود الحوار مرة أخرى ولكن هنتوقف عند عناوين الصحف حول هذا الموضوع ونرجع تاني نستكمل حوارنا. نبدأ من اليوم عمر مساعد وزير الخارجية الافريقية سابقا الى ان قائما لاعادة اعمار افريقيا بالتنمية الشاملة لافتة الى ان مصر لا تتوانى في تقديم كل الدعم للاشقاء الافارقة وبذل كل الجهود لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في القارة. الى الاسبوع حيث كتب دكتور محمود بكري ان مصر اثبتت انها تستحق ان تتحدث بلسان قارة افريقيا لا سيما انها استعادت دفء العلاقات مع كثير من بلدان القارة الذين وجدوا فيها نموذجا قادرا على ان يجذب انظار العالم الى التحديات التي تواجه القارة السمراء. اما بسمة سعد فتوضح في الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان العلاقات المصرية الافريقية تعود الى عقود ممتدة
عززتها الروابط الثقافية والتاريخية والجغرافية التي جعلت إفريقيا جزءا من التاريخ المصري، حيث سجلت مصر حضورا نشطا في القارة على كل المستويات، لا سيما فيما يتعلق بحاجة دولها إلى تعزيز القدرات الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة. في صدى البحث يؤكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية أن اهتمام مصر بإفريقيا كان واضحا في ظل التحديات التي تواجهها القارة، خاصة في ظل جائحة كورونا وظاهرة التغيرات المناخية، حيث أن الدولة المصرية تعمل على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الأفارقة في كل الأزمات. كنا توقفنا عند نيات الدول الأوروبية في والالتزام بحصتها داخل صندوق الخسائر والأضرار اللي تم إقراره داخل كاب 27 اللي هيضيف الكثير من المشروعات القومية اللي هتطرح للدول الأفريقية، ولكن إذا خلصت النيات يمكن في الفترة القادمة نشوف يعني بدايات أساسية على أرض الواقع من خلال هذه المشروعات، ولكن إذا لم تخلص النيات ماذا سوف يحدث؟ أي المخارج الكثيرة للدول الأفريقية بعيدا عن هذا الصندوق اللي ممكن أن يعني تجعلها بالفعل في تكامل اقتصادي مدعم من الدول الإفريقية نفسها؟ يعني احنا تحدثنا في مؤتمر الكوميسا الأخير في العاصمة الإدارية اللي أقيم العام الماضي الحقيقة عن تكامل اقتصادي في مجموعات وتكتلات اقتصادية معنية لأكثر من تكتل اقتصادي في الدول الإفريقية. هل هذه التكتلات الاقتصادية ممكن أن تكون بديل عن الدعم الأوروبي أو الدعم الذي تم طرحه داخل كاب 27؟ يعني لا، أنا في رأيي لا، لأن الدول الأفريقية الحقيقة دول فقيرة. أنا بتكلم بصراحة، يعني الدول الأفريقية دول فقيرة، وسبق في 2019 إن دول إكواس غرب أفريقيا ال 15 دولة اتكلموا على إنشاء صندوق بخمسة مليار دولار لمواجهة التحديات سواء الأمنية أو التنموية في المنطقة، ولكن الحقيقة لم إلى الآن، يعني مضت 3 سنوات ولم يتحقق شيء. الأزمة في أفريقيا سيدتي هي تتمثل في جزء كبير أو تعتمد على جزء كبير من الفساد. الفساد جزء من يعني التصحر والجفاف جزء كبير من أسباب الأزمة، يليه الفساد، لأنه الفساد أنا شفت في عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء إن كانت بتبقى فيه مخصصات من صناديق أو من اتحادات، الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الإسلامي لمساعدة الدول الأفريقية أو المناطق الهامش في بعض الدول الأفريقية على الحدود، وكان الأموال بتدخل في جيوب المسؤولين المحليين مخاصمة مع المسؤولين المركزيين في العواصم. دي كبيرة. أنا في تقديري أنه وأتمنى أن يمكن يكون الدول العربية والدول الإسلامية أكثر صدقا، ومصر طبعا على رأسهم، أكثر صدقا في التعامل مع قضايا أشقاء الأفارقة من خلال الدعم، وقدم خبرات مهمة جدا مثلا زي عملوه سد تنزانيا. مصر أنشأت سد تنزانيا بشكل يعني تحالف من الشركات المصرية الخاصة تحت قيادة الجهاز المركزي للتعمير، وتم إنشاء يعني واحد من أهم السدود في أفريقيا. جميع سواء الدول الأوروبية أو الصناعية الكبرى أو الدول الدولة المصرية أو الأفريقية يعني واحنا عندنا تشكك في صدق نوايا الدول الكبرى، وإنسانية ودينية المسيحي أو الإسلامي مع دول القارة الأفريقية. إحنا عندنا إمكانيات، القدرات اللي ممكن، عندنا قدرات مهمة إدارية وفنية وتنفيذية، وهم مثلا عندهم
هل احتياجهم أن تكون دولة أفريقية بديل ممكن يجعلها أن تلتزم بكل تعهداتها داخل المؤتمر كوب 27؟ إذا صدق التوقع أو التحليلات والتوقعات والتقديرات للحرب في أوكرانيا أنها ستتوسع في أوروبا، قد تحدث شرارة في دولة من الدول زي بحر الصين الجنوبي أو في أوروبا وتتسع الحرب إلى حرب عالمية. احتياج في الضبط أنه قد يجبر كإنتاج دول أفريقي بما فيه سطور يعني لأكبر وقت من للشمس. أعتقد فالبحث عن الطاقة الشمسية الأوروبية أنا أن المساعدات الأوروبية والدولية الشبه متوقع يعني أن استغلال والكوادر المصرية والأفكار المصرية وفي بالتوازي يعني المسؤولين الكبار إعمار حقيقي يعني ما عندهمش حتى من كده الصناعي متميزة. بشكر كل السادة المشاهدين، غدا إن شاء الله والمساحة الغاية أسرة جديدة، إلى اللقاء.